السلام عليكم، كيفكم جميعا؟ معكم اخوكم فهد المسفر او الملقب فهد التمساح، ورجعنا لكم في فيديو جديد. انا توي قبل شيء مخلص من تصوير حلقة الحلبوب، فقلت استغل تواجدي في منتزه الحبلة واني اصور فيديو ثاني وما اكتفي بفيديو واحد. لكن للاسف يا جماعة الخير ما عندي اي خلفية عن ايش الحيوان اللي راح اصور عنه، ف يعني راح اتجول في المنطقة واي حيوان راح اشوفه راح ابدا اصور عنه ونتكلم عنه. يعني صراحة اكثر شيء حصلته الى الان اللي هي الحلابيب والدود الالفية في كل مكان منتشرة. يعني لو ما صورت حلقة عنها كان صورنا عنها. الزبدة استطعنا بس ما استطعنا. شوف حاجة، سبحان الله، شوف هذه بقايا حلبوب ميت، سبحان الله. شوف كيف صار لونه ابيض، شوف كيف كشاره ويتفتت بسرعة، عجيب، سبحان الله خليل. المهم راح اتجول في المكان وان شاء الله نحصلنا اي كائن حي لطيف نصور عنه، فنقول بسم الله ونبدا. بخلي الكاميرا هنا لين ما احصل اي شيء اصوره، وببحث بالجو برو، ما ادري اذا الصوت واضح او لا، اذا ما كان واضح راح احط عليه صوتي. وبعدين يعني ما بنحصل شيء. الصورة هذه برضه ممكن نحصل فيها شيء، حشرات صغيرة ولا شيء. المكان هذا ما بيطلع حلابيب، كل مكان في كل حتة تحصل الحلابيب. بوم جيكا بوم بي، شفت كيف التف بشكل حلزوني؟ هذه وسيلة دفاع، وهذا برضه. ويا جماعة حصلت السحرية هنا يا جماعة الخير اللي قاعد أقول لكم عليها، بس سحرية سريعة جدا جدا جدا. إن شاء الله ما تهرب. بس شفتوها، شوف موجودة هنا، هذه تشوفونها. خلينا حبايب وأمسك بكل هداوة ولطافة بحيث إنك ما تخسرين ذيلك. احنا بالله حصلنا حيوان صور عنه تهربين. ايوه سكن الحيوان اللطيف. اهلا، اللهم لك الحمد وحصلنا السحلية اللطيفة. الحمد لله طلعنا بشيء في هذا الفيديو، حصلنا حيوان نتكلم عنه. يعني ما كانت تجربتنا تساوي صفر، لكن عشان اكون صريح معكم ما عندي اي خلفية عن السحلية هذه، لكن اتوقع انها من عائلة الابراص. فعشان كذا انا تواصلت مع واحد من الدكاترة المختصين في الزواحف ويقوم بدراسات عن الزواحف في المملكة، هو مجموعة من الشباب. فأرسلت له على الواتس زي ما انتم شايفين وقلت يعطيني معلومات عنها، فخلنا نسمع ايش قال. يا هلا فهد، هذا نوع زي ما قلت انت من الأبراص، لكنه الآن مو في نفس عائلة الأبراص، ممكن نسميها الأبراص الأرضية. أبراص جميل. أرضية. هذا الجنس اللي معك اسمه بروستوروس، منها جاء اسم أبراص بروستوروس. بروستوروس إن شاء الله يكون اسم واضح. بروستوروس بكتب لك إياه كمان. بروستوروس شيء جميل يا جماعة الخير. يعني هذا النوع قريب جدا من الأبراص أو الأوزاغ، فسحلية جميلة جدا 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 زي ما قلنا لكم، أصبحت تصنف في عائلة تسمى بعائلة الأبراص الأرضية. راح أجيب لكم اسمها باللاتيني الاسم العلمي لها. لو تشوفون يا جماعة الخير سبحان الله السحلية جميلة جدا جدا جدا، ألوانها باهية، تتزين بنقط لونها أحمر ونقط لونها بيضاء وبرضه بنية وخطوط بنية فاتحة، وهنا اللي هي الفتحة التناسلية
والإخراجية في نفس الوقت. وعيون السحلية جميلة جدا 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 جدا، يا جمال يا جمال. المهم ما نطول عليكم، ف بكذا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. في النهاية سواء واجهت فيلم ضخما أو سحلية بروستورس، فإن هدفه هو أن نرتبط بهم وأن نجعل لهم صوتا. نشوفكم على خير، في أمان الله.